ما حدش بيتكلم لحد ما تحصل الازمات. حصل ده في كروت المحمول، كروت المحمول، كروت شحن المحمول، فجاه بقت ازمه، الناس هجمت على الفروع بتاع التليفونات شركات المحمول تشتري كروت كتير علشان تخزن. في محلات رفعت وحطت القيمه المضافه بمزاجها، والقيمه المضافه ده موضوع تاني. 99% من الشعب المصري مش فاهم حاجه. عايز اقول لكم انا بيقابلني تجار وناس بتشتغل في السوق وهم مش فاهمين حاجة. عندي محلات حاطة القيمة المضافة وبتبيع وهي مش فاهمة بتعمل ده ليه. ما عندناش حد يطلع يكلمنا بوضوح في القيمة المضافة. حد بيحكي لي داخل محل قميص وقميص يقول له ده عليه قيمة مضافة 13% وده عليه 10%. ليه يا عمنا؟ يقول له ما اعرفش، هي جالي كده من المصنع. ليه مين 20 ومين 6؟ طيب خلونا في كروت الشحن. مصدر حكومي قال ان وزارة المالية اتفقت مع شركات المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على المعاملة الضريبية على كروت شحن التليفون المحمول، وقال تقرر زيادة سعر الكارت فئة 10 جنيهات الى 11 جنيه شاملة 60 قرشا عبء الضريبة و40 قرشا رصيد اضافي للمستهلك، وزيادة كروت فئة 50 جنيها بواقع 5 جنيهات أسعار باقي الشروط بنفس النسبة 10%. وقال أن هذه الأسعار ستلتزم بها شركات المحمول والتجار، مشيرا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيصدر بيانا بشأن الأسعار الجديدة في وقت لاحق. معايا السيد الأستاذ عمرو المنير نائب وزير المالية. مساء الخير يا أستاذ عمرو. مساء الخير يا أستاذ خير. أهلا بك. أنا بس ليا تعليق عشان حضرتك بتقول ان احنا طلعنا وشرحنا كتير القانون واتكلمنا، يعني انا معاك انه احنا لازم نشرح اكتر. يعني مواضيع الضرائب مواضيع يعني هو بطبيعتها صعبه، احنا بنحاول نبسطها ونشرحها للناس. وضريبه القيمه المضافه، ما هو كان عندي ضريبه المبيعات وشرحنا ان قلنا القيمه المضافه بس بتقال كده بس ساعه التنفيذ يا عمرو بيه بتبقى الدنيا صعبة لما بتدخل تفهم اللي بيبيع مش فاهم هو جاي له المبلغ ده ليه، وايه الفرق بين منتج ومنتج داخل محل واحد، وليه ده 10 وليه ده 13. الناس مش فاهمة نسب الزيادات على كل السلع عشان الناس تعرف تتعامل واعرف مين بيسرقني. ده ليه دور بالرقابة، بس كمان حتى البياع يجب يكون فاهم حدوده ايه علشان ما يضحكش عليا او يبقى جاهل وهو بيبيع لي. صح، انا مع حضرتك. والقانون صبر اي قانون في بدايه التطبيق، عشان كده احنا عاملين حاجه اسمها فتره 3 شهور توفيق اوضاع فيها اعفاء من غرامات التاخير المتجرين. احنا عاملين حسابنا انه زي اي قانون وخاصه قوانين الضرائب يبقى في البدايه في نوع من يعني الممارسات بتكون مش سليمه تماما، وده متوقع في اي قانون جديد وخاصه قوانين الضرائب. واحنا بنشتغل دلوقتي على لائحه تنفيذيه هتتضمن اجراءات واضحه وشرح اكثر. بنعمل قوائم، طبعا ما كناش نقدر نعمل كده قبل صدور القانون لان القانون كان بيناقش في مجلس النواب وصدر قبل العيد واشتغلنا في العيد. هنطلع قوائم بالسلع المعفاه والسلع الخاضعه ولم تزد الضريبه عليها والسلع اللي قلت الضريبه عليها، وكذلك السلع او الخدمات اللي زادت الضريبه عليها. ده هيبقى واضح وهيبقى في قوائم هتنشر وبنظهر في الاعلام نشرح للناس، ويعني احنا عندنا استعداد نتكلم ونشرح طول الوقت. انا ارجوكم. وبعدين اللائحه التنفيذيه هتاخد وقت قد ايه يا استاذ عمرو؟ هو القانون قال شهر، وده طبيعي لانه احنا لغايه زي ما حكيت اخر لحظه بنناقش في مجلس النواب، ممكن يبقى في تعديلات في المجلس وده اللي حصل. فانا ما اقدرش اعمل اللائحه الا لما ينتهي القانون وينشر في الجريده الرسميه. احنا عندنا مشروع اللائحه، الفكره دلوقتي ان احنا بعد صدور القانون بنقعد زي ما قعدنا كده مع شركات السجاير. حضرتك يعني طبعا عارف انه كان في مجرد الكلام على القانون قبل ما يصدر بدا الناس تستغل ويتكلموا على السجاير اختفت من الاسواق واسعارها ارتفعت جدا. اللي حصل ان احنا قبل صدور القانون قعدنا مع شركات السجاير وطلعنا بقوائم وبقت الاسعار واضحه ومعروفه وصدرت قوائم. موضوع المحمول مجرد ما صدر القانون كان في اجازه العيد، بعد ما رجعنا من اجازه العيد اشتغلنا برضو خلال الاجازه وقابلنا شركات الاتصالات وصدر بيان النهارده اللي بالنسبه لكروت الشحن بالاسعار الكارت اللي ب 10 جنيه هيبقى عليه ضريبه 60 قرش وكذلك 40 قرش هتبقى يعني رصيد اضافي للمستهلك، بحيث ان الكارت يبقى 10 جنيه هتبقى 11 جنيه 60 قرش منها ضريبه و40 قرش هتبقى رصيد اضافي للمستهلك. وصدر بيان من جهاز يعني ال 100 جنيه هيبقى منها 6 جنيه ضريبه والباقي رصيد للمستهلك. للمستهلك 104 جنيه رصيد المستهلك و6 جنيه ضريبه، والسعر في الاصل
ال 100 جنيه كان شامل الضريبه، هو ال 110 هتبقى شامل الضريبه اللي هي 6 جنيه الزياده و4 جنيه هتبقى رصيد للمستهلك. دي زياده قد ايه يا فندم؟ يعني نقدر نقول القيمه المضافه بقت قد ايه؟ كام في المية؟ يعني هي متوسطه، هي لها طبعا حسبه معينه، هو السعر 13 زائد 8% يعني 21%، ولكن لانه في خصم ضريبه على مدخلات معينه سعرت فيها الشركات، فيعني هنقول كده متوسط زادت 6%. 6% ده رقم كويس بالنسبه للارقام الاخرى في القيمه المضافه. طبعا انا عندي المئة، ما زي ما حضرتك كده بقول لحضرتك الحاجه اللي كانت ب 100 جنيه هيدفع ادفع عليها 6 جنيه، اللي ب 10 جنيه هيدفع عليها 60 قرش زياده، فتقدر تقول 6% تقريبا. لكن قيمه القيمه المضافه بشكل عام على كل السلع تقترب من 22%؟ لا لا لا، سعر الضريبه 13% حاليا، اللي هو كان السلع اللي كانت 10% بقت 13%، في سلع قلت الضريبه عليها وسلع كانت خاضعه واعفيت. وده احنا يعني مثلا الدواء كان عليه 5% تم اعفائه، البان الاطفال تم اعفائها، في سلع قلت الضريبه عليها زي التلفزيونات مثلا اللي هي كانت لغايه 32 بوصه كانت بتخضع ل 25%، دلوقتي بقت بتخضع للسعر العادي اللي هو 13%، يعني في سلع قلت الضريبه عليها، انما السعر العام للضريبه اللي هو ال 10 بقى 13%. تبقى الرقابه يا استاذ عمرو هي جزء من التخفيف عن الناس، يعني هو اللي حاصل مؤلم لناس كتير ولقطاع كبير من هذا الشعب. تبقى الرقابه علشان ما حدش يستغل المواطنين. انا متفق مع حضرتك، الـ يعني الرقابه احنا جزء منها زي ما عملنا بقول لحضرتك في السجاير، وبالنسبه لكروت الشحن اتفقنا على اسعار واعلنت ويجب على الشركات ان تلتزم بيها ويبقى فيه رقابه، وده حصل في السجاير وحصل في الكروت المحمول. في سلع انت ما تقدرش تحدد لها سعر، ما فيهاش تسعير جبري، وانما اللي نقدر نعمله انا كوزاره ماليه اتاكد من ان الشخص المسجل هو فعلا بيطلع فاتوره، لان هو مسجل وخضع للضريبه وبيطلعها بالطريقه الصح. جهاز حمايه المستهلك هيقوم بدوره، مباحث التموين ستقوم بدورها، احنا بنشتغل على مزيد من الوعي، واحنا عايزين نقول برضو ان المواطن عليه دور، لما يبقى عارف زي ما بنعلن مثلا زي اعلنا كارت محمول ب 11 جنيه هيباع في منافذ الشركات المحمول بالسعر ده، لو راح لحد تاني وباعه له بسعر اعلى يبقى عارف انه لا ده مش السعر، لا يبقى عارف، لا بس مش هيتخانق معاه، يبقى عارف انه لما يتكلم في التليفون يبقى هيجي حد فورا ويبقى الراجل ده هيتعاقب، فيبقى الراجل اللي بيغش او بيبالغ في الاسعار يبقى عارف انه هيتعاقب بالقانون. احنا هنعلن قريبا احنا كوزاره ماليه، وده هيتم التنسيق برضه مع الجهات الاخرى، احنا كوزاره ماليه بيبقى فيه هيبقى في موقع الكتروني وفي كول سنتر هيتلقى الشكاوى من المواطنين فيما يتعلق بالناس اللي ممكن تستغل للضريبه، وهيعلن عن الموقع الالكتروني ده قريبا جدا ان شاء الله. طيب زملائي في الكنترول روم بيقولوا برضه احنا مش عارفين كروت المحمول هتبقى بكام، يعني الزياده 10% على كل كروت المحمول؟ لا بقول لحضرتك ال 10 اللي ال 10 جنيه بقت 11، زادت كده كام؟ زادت 10%، بس مش 10% ضريبه، ده هي زادت جنيه منها 40 قرش، يعني لو ب 10 جنيه زاد من الجنيه زياده 40 قرش دي رصيد اضافي. يعني طب ليه اديتني يعني الرصيد الاضافي؟ يعني ليه ما خلتهاش 60 قرش وسبت لي انا الرصيد الاضافي مش عايزه فقللت عليا؟ انا كوزاره ماليه فكره انه كانوا بنقول انه الكارت 10 جنيه و60 قرش، فكره الشركات وجهاز تنظيم الاتصالات انه بدل ما انا ال 10 جنيه و60 قرش ممكن البعض يستغلها ويقوم بايع ب 11 جنيه، لا احنا نفيد المستهلك. انت عارف حضرتك هيجي تقول 10 جنيه و60 قرش يقول لك ما فيش فكه اصل مش عارف ايه بقى حضرتك، لا انا افيده بقى كمستهلك وهو اللي يستفيد من ال 40 قرش ما يستفيد بيها يعني شخص اخر او طرف اخر. نعم. يعني احنا كده بنقول للناس ان اتعمل ال 40% ال 10% بقت 60% انت بتدفعها ضريبه، وال 40% علشان الفكه ومحدش يضحك عليك هنديك احنا رصيد بيهم. بالظبط كده. تمام. بشكرك جدا استاذ عمرو المنير نائب وزير الماليه، بشكر حضرتك جدا.